باب التعظيم الفلسطيني. بالاخره باب الفلسطيني الفلسطيني نخرنا والله وانتظار السيد عمر البوتيدي. السيد عمر عدت فين ويا كيبيني وقاري كش اللي مش فيها بكايش صدي أجنبي كنت بتدرو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بسم الله الرحمن الرحيم تنبيه بالأخبار صرح بلى كان الأولى التثنية بلي صرحا صرحا بني. في أصل الروضة بني أصل الروضة أصل الروضة شرعة كبيرة شرعة كبيرة رافعية صرحا في أصل الروضة والمزموعي المزموعي إيش والمزموعي إمام النووي صرحا في أصل الروضة والمجموعة تولس أصلي الرولاي ولا أثنى صرحا أتبنيها لسر الرولاي أدي أقعد سنك مجموعة أصلينية هر خويتي خويتي صرح في أصل الرولا وصرح في المجموعي صاحب شانزولاها في السبيي من داربي من دار يبلغ آخر وقت العصر مثلا آخر وقت عصر بلوغبو بلوغبو بتكبيرة بايك الله أكبر إيه أنه لا بد في لزوم العصر له لذلك هذا بعصر قلاكاته ونيا لمغربه هذا بقلاكاته من أن يدرك من زمن المغرب أنجني وشي مغرب داهات مغرب داهات أو مغرب سندي بيرابقا قدرها باي عصر مغربه قدرها يعني قدر كل واحد أدي داي باين وجه عصر ومغربي في رابقة وقدر الطهارة بايد اثنش وشنش هو في رأي أخبر طبعا ايه أخذ زاري الشتبي هذه اللي بهندك ها قناها في رابقة من أن يدرك من زمن المغربي قدرها وقدر الطهارة الآن سندي بيس كابريك الله أكبر لباش عصر بلوغي بو يق الله أكبر ما بو عصر باشي مغربي اگر في رابقة يشت بايد اسنيجك وحط ركعة نيجان هورد نيجي لسفرسا أو أقصي بيبا وفي أصل الروضة لا أصل الروضة إيش دليل إيه تدري فيما إذا بلغ أول وقت الظهر مثلا كابريك لحولني وراني بلوغي بو إيه أنه لابد من إدراك قدرها أول الوقت بايد صار ركعتي نيجي نوراني أجر شيت نبي خوي نقري مانع لسنبي أو نجي لسفرزة هذه بايد اسمجي دون الطهارة دلت بايد اسمجي في وزناكا لو كاتي اسمجي في ناوي لأنه كان يمكنه تقديمها على الوقت دباب قال يكا بيبري بيشي ما مرا بانك داني بريد اسمجي بشكر أو دت كاتي اسمجي في وزناكا هلا نوراني بايد سار ركعتان وأقابي لسري فرزة إيه إباش لو أوها لو أبي يقرأ ركعتي يقت الله أكبري لباش عصر بيرا دقيش دبا باي باي باي, باي نيجو دس نيجي لمغربة بميني لو أوي لأول وقتا أو إلا تسار ركعت بي لسري فرزة سكاتي دس نيجي تدانيا إشكالك اللوية وهذا مشكل جدا هر زور زورش إشكالا لو إشكالا إشكالك اللتيا لأنه في إدراك الآخر لسورة أول ما نقول وشي إدراك آخر وقت بو لم يعتبروا قدرته على الطهارة قبل البلوغ نما نقول في شي وقت بعد سنجة بشوا وما نقول مع كونها في الوقت لوقت بو عصر بو آخر عصر بلوغ بو هذه بيج عصره ككاتي عصرينيا إيه لو هنجي ولينا إيرتي بعد سنجة بشوا إيه في الوقت
وما نقو الوقت يجبو وفي إدراك الأول لأول نوران اعتبروا قدرته عليها قبل الوقت دما نقول ولي با بيش نوراني بيبري بيش نوراني هشتا نويش نبوا أوه حصر بو كاتي نويش هبو لو كاتي خوي بو اعتبار ما نذكر دما نقول با ولي بينري بيويس ناكا بس إستا كاتا كشي نهاتيا دين باولي بيبري وكان العكس أولى بمنوابي بالعكس بايا باشمو بل متحتما هروات زبو بريم أوي باش نورانكي لسري فرزنيا بران أوي دي كلسري فرزي باش عصركي لأنه قبل الوقت سنشي أوي نوراني قبل الوقت لم يتوجه إليه خطاب من وليه بطهارته سخطاب لسني نويش نبغى ملبانجي ندايا ومع ذلك اعتبرت قدرته على تقديم الطهارة لسأو عارج درين والله دبي بايد اسمي شيء طاقة حبي حتى لأنه قبل الوقت لم يتوجه إليه خطاب من وليه بطهارة ومع ذلك اعتبرت قدرته على تقديم الطهارة وثمان دبي طاقة حبي وبيبري ودسمي شبشو حتى لو تزلنا لدواء قشيد بي بعد أن أدرك من الوقت قدر الفرض فقط إلا بايت سار ركعتكي بي لزمه قلاؤها دبي قلاؤ كاتو بايت اسمي شيء لو حسابناكي أو هابو لو نورانكي وفي الوقت أو كابري أبي باش عسري بلوغي بو توجه إليه خطاب الولي خطاب الولي متوجه دبي بها بطهارته ميعاد عسره ميعادتي ومع ذلك لم تعتبر قدرته عليها في الوقت قبل البلوغ سنش ما نقول بيشي وقت با بيبري بل اشترت خلوه من الموانع وقت المغرب بقدرها كالفرضي وجن يجي فرز درين موانع إلى سنبي بسا حتى لو تزلنا قبل ذلك اقا بيشي بايد سنشي شيد ببي لم يلزمه قضاء العصري قضايا عصري ليس فرزنية وحينئذ إذا ماذا موابي بالعكس بباشترا فقد يؤخذ من هذا ترجيع ما أشارت إليه الرولة أو زاري بقصتي الرولة بإشارة لوي كرديا اعتراضا على أصلها اعتراض إلى أصل الرولة كرديا أنه ينبغي استواء الآخر والأول حقه آخر أولك وشي يقدمي لسه في عدم اعتبار القدرة على التقديم بتقديمك تدا نبي لو لأنه لم يجب كوازمني تقديم وازمني وإلى هذا مالت جماعة جماعة جل علماء ميلي ولا أو رأيها لكن بلا أكثر المتأخرين على اعتماد ما في أصل الرولة برانزوز علماء متأخر لسا أصل الرولة رويشتنا من التفرقة المذكورة لأن الفرق هي أقر آخر زوز لعصر في راقيشت لدواء لمغربي دبي قدرتي مغربي عصري دسمي جاي حبي دسمي جاي حبي برام أقر لنوراني لأول نوران بلوغي بو هر باي تار ركعتك هبي بس هوا با بيش وقت لو خد اسمي جاب شوا او زاد دبي فرق كم اتلو بري مادم وعليه بنا لسر عندي فيمكن التمحل اما بيويست دبي تكلف بكين تكلف لما لمحوه يعني لمحوه تلميح يعني كرديا في الفرق فرق لبين او دو مسألي بأمري دو بدو أمره بدو تشتان فرق يعني دو زور الأمري أحدهما أمري كم أويا أنه في الآخر كابراء بي آخر جزء لعصرين بلوغي بو ونبو لما لم يدرك قدر العصري قدر عصري بيرانقش إلا باي الله أكبر أشيبو أو عصري المتبوع للطهارة طبعا دبي عصر متبوعة وشين يجبو دبي طهارة شيلة قربي المتبوع للطهارة الطهارة التابعة عصر متبوعة إيه في الوقت لوقت بيرانقش نبا نوجك راقش نبا طهارة الطهارة التابعة هذه بسن راقش وكنجي بيراغيشت كنجي وشنو يشتسو وشنو مغرب وإنما قدر عليه بعده وزماده موابي لزمه اعتباره بعده أيضا
إيه اعتباري تهات تبوك ليه لازمه اعتباره اعتباره اي قدر الطهارة لازمه اعتباره اي قدر الطهارة قدر الطهارة بعده بعد الوقت اي لا وش قبل الوقت اعطاء للتابعي حكم متبوعه ادي نجا كيناكا اي ما دام نجمان اعتبار كد طهارتك اش دقر اعتبار دك بيكوا وحذرا من تميز التابعي باعتباره في الوقت مع كون متبوعه لم يعتبر إلا بعده. إيه كده بيعمل تابعي كده سميجا بسم الله وقتك كيدا بنم متبوعج لخارجي وقتي بي. حذران تمييز تمييز التابع. أدي تمييزناكم. هو دبالة دويب. وحذرا من تميز التابعي باعتباره في الوقت أو إلى وقتي دا بنم برم مع كون متبوعه لم يعتبر إلا بعده. متبوعك إلى لدوايا نتابع متبوعه لدوايا بن باج مغربي بايد نجو بايد نجا حصري أمن لوح لوح حساب دكا أو أن سورتي وشي لآخري بلوغي دبي وفي الأول برم إين نجني وراني لما أدرك قدر الفرد أولي بني نجا رادك باي سار ركعتيا باي سار ركعتيا الذي هو المتبوع فرز متبوعة أول الوقت لا أول وقت أوبرا دقا باي سار ركعتي وقايا أقريها استغني به عن تقدير إمكان تابعه الممكن التقديم أول الوقت أيضا استغناء من لتابعك ما دام متبوعة أصلك تبكرا تابعك درن بالا بيجا لوخ كندبي أو هيا فالحاصل حاصلي أو فرقية لوبريم أو هايا أن المتبوعة متبوع كنويجة في إدراك الآخر لإدراك آخر جزئين استتبع تابعه دسميجة كجب لقر خدواتنا ومغربي في كونه يقدر بعد الوقت مثلا لو لألا يتميز التابع وبتابع بتنية زدان بيتوا وفي إدراك الأول لا يا أولي بتنية اكتفي بوقوع المتبوع كله في الوقت اكتفاء السكرة عن وقوع تابعي في لوقتك احتياطا للفرض لو بلزومه بما ذكر بما بقصي كتازا بعصمك أو فرقك ثانيهما فرق دومي أنه في إدراك الآخر فرق كيدي وفرق دومي قصدت كيعوا إدراك آخري تعارض عليه أمران دوش المعارس يكدي كو بقياس ما قرروه هروكو علماء فرمويتيا العصر عصر لمليان لملينيا لا الله أكبر ما بوكاد وش بلوغي بلوغي عصر لمليان لمليان بريو عصر لمليان وهي عصر تقتضي اعتبار الطهارة ده بده سنجة دوي عصر يا نايو ده سنجة كي كنجيا أسيتنا مغربو ها؟ أو ده سنجة عصر كتنا مغربي وهي تقتضي اعتبار الطهارة من وقت المغرب أو عصر لسرع والمغرب مغربي شي لسرع بس وهي مغربي ادي وشي وشي الله اكبرك اخلاص بدبت مغرب وهي تقتضي اعتبار طهارتها من وقت العصر وقت خويا لو وقت عصري ادي نتقو دا قال اول وقت بي دبي لبيش دا دسنجي بشو ولي فيبري ولي فيبري لما تقرر في ادراك اول الوقت لادراك اول وقت قلت وانا اريد اول وقت ادراك وكذا بدي سنجي لبيش داهبي اي انا هو مغربه اول وقت دبي سنجي لبيش داهبي كذا كعصر الان او كابري الدنيا جي لسفرزا يا كنجي عصري يا كنجي مغربي هاري كنت سنجي عندي عصر كذا سنجي لمغربي يا مغربه كذا سنجي لعصري اي باشا وتسبكا كابرا تسبكا باشا اتسبكاتن فعملوا هنا لإدراك آخرين بذلك أو هانكر فيهما لمغربي بذلك فيهما فيهما بالمقتضى في العصر والمغربي فيهما العصر والمغربي فيهما العصر والمغربي وين فيهما العصر والمغربي العصر والمغربي قوتي دبي باي هردو طهارة تبي نم قوتوان دبي طهارة تبي فاعتبروا طهارة العصر بعد وقتها
وتعالت المغرب قبل وقتها. فاعتبروا طهارة العصر بعد وقتها هذا بباشي وقته. فاعتبروا طهارة العصر إيوه طهارة العصر دبي بعد وقتها بكذا كمغرب وطهارة المغرب قبل وقتها أو دبي قبل وقتها بكذا كات العصر ولم يعتبروا تمكنهم من الطهارتين في وقت العصر لوقت العصر نعم قلت دبي هردوا طهارتها بي لو لأن فيه إزحافا عليه بإلزامه بالفرضين الأداء والقضاء شنشلو يزور زحمته دو فرزي لسوازم بكينيش أدائك قلا هودو شدبي لعكاتي عصري بي باي باي دو تسمي جان بي أو زحمته وإن زالت السلامة قبل تمكنه من الطهارتين وبي ولو زالت السلامة ولو سلامتك جروي بوشد قبل تمكنه من الطهارتين بيش اوي كفي بكري هودو طهارتها مكاما طهارت ما لسر فرزنك فخرجوا عن ذلك الإزعاف ولم يلزموه بالعصر لعصر لسر ينفرز نكر دي هودو طهارت إلا إن أدرك قدر طهرها من وقت المغرب إلا عصر لهنجي لسفرزا أقل مغربي باي دسنجيو باي تسار ركعتي عصري فرقش واقتل الاحتياطا لصاحبة الوقت وهي المغرب لصاحبة الوقت كشكدك مغرب احتياط وايجان الاكتفاء بقدرته على تقديم طهارتها قبل وقتها لبيج وقت خوي طهارتها ببسا طهارت من لويدانا واما الادراك اولا بلن اويل اول نورانك وشي بلوغي دبي فلم يتعارض فيه شيئان سدو تشتيت دانيا بالنظر لصاحبة الوقت إلى نورانك فاعطيت لها بإلزامه بمجرد تمكنه من طهرها قبل الوقت قبل الوقت من لو يحساب كله وصلى الله على سيدنا محمد والسؤال الزوار شو دعوه خلاصة هرواية غير لأول وقت أبو هل تقديم باي باي تصرف هذا كيف يبصر آخر وقت بي أبي إلى مغربي باي سير ركعتك كيف يبايد اسم نجرش باي تشوع ركعتك كيف يبايد اسم نجرش